السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا، طابت لياليكم صوما مقبولا وتمم الله تعالى لنا ولكم هذا الشهر بالخير والعافية والنصر بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم في الحلقة العاشرة من برنامج رمضان اليمن. أهلا محمد. أهلا وسهلا بك، أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامج رمضان اليمن. في هذا البرنامج لدينا كالمعتاد فقرتين، الفقرة الأولى سياسية والفقرة التالية اجتماعية إلى رمضان الحدث. الحدث هذا اليوم نسلط الضوء على حقيقة استعداد الحوثيين لتنفيذ القرارات الدولية كما أعلن المبعوث الأممي، وهذا العنوان أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سليمان أهلا وسهلا. أهلا أبو عمر، حياك الله وحيا الأخي محمد ومشاهديكم الكرام، وشهر مبارك بمناسبة إطلالتي عبر قناتكم لأول مرة خلال هذا الشهر، وكل عام وأنتم بخير واليمن من نصر إلى نصر بإذن الله. وكل عام أنت بخير ونحن سعيدين بك. كيف رمضان أستاذ سليمان؟ كيف الصيام معك؟ والله الحمد لله، رمضان شهر الرحمة والبركة والخير، ولو أن الطريق إليكم مليء بالاختناقات المرورية طبعا، ولكن الحمد لله سهل الله الأمر مثل ما سهل الله على المجاهدين المتوجهين للحديدة الآن والذين لا يبعدون سوى 18 كيلو مترا بإذن الله، يتمم الله تعالى نصرهم على خير. نعم. سعيدين بك ووصلت في موعدك، شكرا جزيلا لك. نحن تحت هذا العنوان حقيقة استعداد الحوثيين لتنفيذ القرارات الدولية كما أعلن المبعوث الأممي، لدينا مفردات سنناقشها معك. نعم. نستمع إلى هذه المفردات مع الزميل محمد. نعم مختار، أبرز المفردات التي يمكن مناقشتها في موضوعنا لرمضان الحدث اليوم: إبلاغ المبعوث الأممي رسالة الحوثيين لرئيس الجمهورية عبر وزير الخارجية، أهداف ومغزى الحوثيين من وراء هذه الرسائل، ردود وزير الخارجية الجديد اليماني على تصريحات المبعوث الأممي، أيضا الخيارات المتاحة أمام الميليشيا الحوثية للخروج من الحرب. إذن هذه المفردات نناقشها معك أستاذ سليمان العقيلي. تابعنا كلنا تصريح خالد اليماني وزير الخارجية وحديثه على أن رسالة تلقاها رئيس الجمهورية من المبعوث الأممي الجديد مفادها أن الحوثيين مستعدين للانسحاب من المدن وتسليم السلاح والدخول في جولة مشاورات ومفاوضات جديدة. ما تعليقك على الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن وزير الخارجية اليماني هو خالد اليماني، في الحقيقة هو رجل مسؤول يتمتع بالمصداقية، ورأينا أنه قد وصل رسالة اليمن عبر الأمم المتحدة بكل كفاءة وبمهارة سياسية ودبلوماسية متقنتان، وأنا أعتقد أن الوزير خالد اليماني سيتمكن من مطارحة الحوثي ومغالبته والانتصار عليه سياسيا مثلما تمكن الجنود الصامدون المجاهدون على الأرض اليمن ويطردون هذه العصابة التي تتلقى تعليماتها من طهران. وأنا على ثقة أن المعركة الدبلوماسية والسياسية ستكون أقسى من المعركة الميدانية، لأنها معركة الأفكار ومعركة العقول ومعركة الإرادات، وأنا على ثقة من أن الأستاذ خالد رجل كفؤ ويعني يتمتع بالأسلحة الدبلوماسية والمهارة التفاوض الجيدة، ولن يقدم أي تنازل في قضايا السيادة اليمنية لا للحوثي ولا للسيادة في طهران، وأنه سيعني ولكنه يحتاج إلى الدعم السياسي والوطني، يحتاج إلى المساندة ويحتاج أيضا إلى الصبر، لأنه المعركة السياسية ستكون أقسى من المعركة الميدانية ولها يعني وسائلها وطرقها وأساليبها. نعم. بلا شك. قبل أن نستمع إلى التقرير أستاذ سليمان، تعتقد أن الدعوة جاءت فعلا من الحوثيين أم جاءت من الأمم المتحدة؟ لأن هناك تساؤل في هذا الخصوص.
أنا أعتقد أن المندوب الأممي لا يكذب ولا يستطيع أن يكذب، لكن الحوثي يستطيع أن يكذب لأنه قد كذب سابقا وأعطى وعودا ولم يوفي بها، وأعطى مواثيق ولم يلتزم بها. ولذلك أنا أعتقد أنه الكلام الذي نقله الموفد الأممي كلام صحيح، ولكنه هل هو صادق؟ هل الحوثي الذي قال هذه الرسالة صادق؟ هذه في مختبر التسوية السياسية، يعني نحن لا نسلم، لكن الإشارات أو ملامح الأفق تدل على أن الحوثي الآن في طريق للسقوط. يعني اليوم حديث لعبد الملك الحوثي حديث اعتراف بالهزيمة في الساحل الغربي واستعداد لإعلان الاستسلام، ونحن رغم أننا على ثقة من أنه سيسقط، إلا أنه ينبغي أن يكون لدينا درجة كافية من الصبر والمجالدة والمثابرة، لأن المعركة طويلة. هو الحوثي سماها معركة النفس الطويل، فنحن كيف لا نسميها معركة النفس الطويل وهي قد بدأت بصراع الإرادات بدلا من صراع الأسلحة والنيران. إذا نستمع سويا إلى التقرير أستاذ سليمان. لا يمكن لميليشيا السلاح أن تذهب مختارة نحو السلام، عبارة جعلتها تقلبات ميليشيا الانقلاب بدهية من بدهيات الواقع اليمني التي لا يطلب عليها اليمنيون دليلا، ففي كل نفس يتنفسه الحوثيون ألف دليل. يقول وزير الخارجية خالد اليماني إن المبعوث الأممي تحدث عن استعداد الحوثيين لعملية السلام وتسليم السلاح. يرد اليمنيون على اختلاف توجهاتهم برد واحد انتجته التجارب المرة، ومتى صدق الحوثيون يوما حتى نصدقهم اليوم؟ وفقا لأي يمني تستوقفه في الشارع فضلا عن الخبير والمحلل السياسي، فحديث الميليشيا عن جولة سلام مجرد حيلة للتهيئ لجولات حرب أقسى من سابقاتها، والحالة الوحيدة التي تتحدث فيها الميليشيا عن مفردات السلام هي الحالة التي تصل فيها قيادتها حد اليقين من الهزيمة المؤكدة والتلاشي المكتمل فيما لو استمرت مقامراتها عبر الحرب. ما الحل إذن؟ يتساءل اليمنيون. يأتي الجواب بلسان ممثل شرعيتهم في خطاب ذكرى الوحدة، فالرئيس هادي أكد الرفض المطلق لما وصفه بالسلام الهش والزائف، السلام الذي لا يقوم على إنهاء الانقلاب وتنفيذ المرجعيات المتفق عليها. ووفقا لوزير الخارجية خالد اليماني في أول ظهور له بعد توليه الوزارة، فلا حل إلا بدفن الانقلاب وتسليم السلاح ليصبح الحديث ممكنا بعد ذلك عن الجانب السياسي. استذكار اليماني لفخ تجاوز الشق الأمني في اتفاق السلم والشراكة وما جره ذلك من نكبات وضع العرب بوضوح أمام الكارثة التي ستحل بالمنطقة بعمومها فيما لو تكررت التجربة، خصوصا وأن الحديث عن الصواريخ تكرر أكثر من مرة في حوار وزير الخارجية. تعشق الميليشيا السلاح إذن، وترى في السلاح مجرد ممر مؤقت لتجاوز الهزيمة المحققة. أما اليمنيون فيعشقون السلام ويرون طريقه الوحيد في نصر مؤكد ينزع سلاح الميليشيا وينتزع من إيران خنجرها المسموم في مهد العرب وعلى مقربة من قلب العالم الإسلامي. كان هذا التقرير إذن أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. أشرت إلى أن الحوثيين كما هو يعني إعلان المبعوث الأممي طلبوا الدخول في جولة مشاورات. هناك من يسأل لماذا تأتي دائما هذه التصريحات على لسان المبعوث الأممي؟ لماذا لا يقدم الحوثيون ورقة مكتوبة أو رسالة خطية تثبت في كل جولة أستاذ سليمان المبعوث الأممي هو الذي يصرح بأن الحوثيين طلبوا ولم يطلب الحوثيون بورقة رسمية خلال المراحل الماضية؟ هم الحوثيون أعلنوا الحقيقة، آخر ما أعلنوا عن طريق محمد عبد السلام في مسقط أمس أو اليوم عن يعني بس، ولكن إعلان في الحقيقة أنه إعلاناتهم يعني فيها توزيع أدوار.
يعني محمد عبد السلام يتحدث عن الصواريخ ضد السعودية وإيقاف إيقاف الصواريخ مقابل إيقاف الحرب وأحياء هدنة ظهران الجنوب، بمعنى أنه يستدرج المملكة العربية السعودية لكي يكون الحوار حوار حوثي سعودي يعني، ويتفادى مواجهة خصومه اليمنيين، وهذه طبعا لا تفوت لا على المملكة العربية السعودية ولا على الحكومة اليمنية ولا على الموفد الأممي، ويعني تجارة خاسرة ويعني ساقطة وتكتيك زائف وسبق جرب. الحوثيين في محمد علي الحوثي قبل فترة طرح موضوع الانتخابات وتسليم السلاح وهذه الشعارات، ولكنه في حقيقة الأمر السؤال الحقيقي هو إنه أي انتخابات تحت السلاح الحوثي، أي إجراءات نقل السلطة، يعني نرجع اتفاق الشراكة والذي تم في 2014، ما ممكن. نحن الآن أمام معطيات جديدة، اليمن الآن تحرر من نفوذ الإيراني والوكيل الإقليمي للحوثة الآن في وضع مضطرب. يعني أنت لازم تقرأ يا أبو عمر الخريطة السياسية في بعدها الإقليمي وبعدها المحلي وبعدها السياسي وبعدها العسكري. في البعد الإقليمي إيران الوكيل الإقليمي للحوثة الآن يعاني، وهو في محاصر ويستعد لتلقي الضربات، العقوبات الاقتصادية والحصار الدبلوماسي والضرب في ضرب قواته في سوريا ومحاصرته في لبنان. يعني حزب الله الذي يفتخر بأنه انتصر في الانتخابات اللبنانية قبل أيام الآن وافق على تشكيل حكومة ائتلاف فيها بحد أدنى من بعقيدة الحياد، عقيدة حياد لبنان التي تحكم كان يعلن لبنان. أنه انضمينا إلى محور إيران، اليوم صاروا يقولون حزب الله وكلاء إيران في لبنان عنا موافقون على حكومة حياد والنائب النفس. ما تشير إليه إلى أنه هذا الانعكاس ينعكس على الداخل، انعكاس على ضعف الوكيل الإقليمي لهذه الأدوات في لبنان، وكذلك في اليمن بالتأكيد أنه ضعف الحوثي الآن بضعف إيران بالانقضاض الأمريكي والغربي والعربي على إيران بالضربات المتوالية على القوات الإيرانية في سوريا بخسارة إيران في العراق. يعني في الانتخابات خسروا رموز إيران، يعني نوري المالكي أكبر يعني حلفاء إيران خسر، جاء في المرتبة الرابعة أو الخامسة، والآن تقريبا التشكيلة الحكومية في العراق الآن تلفظ الإيرانيين، إحدى الصحف الأمريكية أو الوكالات الأمريكية السياسية للأنباء قالت أن حلفاء إيران في الشرق الأوسط يلفظونها ويبتعدون عنها. فإذا الحوثة هم جزء من هذا التشكيل يعني المتفكك المنقسم المتضعضع. لدي يعني دعوتهم أستاذ سليمان العكيلي، هذه الدعوة التي جاءت من المبعوث الأممي هل هي صادقة أم خدعة؟ دعنا سنستفصل منك، لكن لدينا فقرة متعلقة بالاستطلاع، استطلاع الرأي العام والمشاركين لنا في القناة، في موقع القناة في الفيسبوك، نستطلع آراءهم عبر التصويت. محمد ماذا لديك؟ لدينا وضعنا استطلاعا للرأي لمتابعي صفحة قناة السهيل على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقلنا في سؤالنا للمتابعين: بعد إبلاغ المبعوث الأممي وزير الخارجية خالد اليماني استعداد ميليشيا الحوثي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، هل تعتقد خياران جدية الحوثيين للسلام أم خداع ومكر حوثي جديد؟ كان التصويت بالخيار الأول 5% أن هناك جدية للحوثيين للسلام، والتصويت الخيار الثاني خداع ومكر حوثي جديد اتصوت به 95%. طب قبل لا نستمع ايضا لسؤال تويتر، ما تعليقك على التصويت والنسبة؟ انا اتفق مع التصويت، يعني عدم الثقة بالحوثي هذا امر مسلم فيه ابو عمر،
ولا يمكننا الوثوق بجماعة أخلت بالتزاماتها وبمواثيقها وأخلت بالشراكة الوطنية في الحوار الوطني في اليمن وخرجت منه وتمردت عليه. هذا انطباع دقيق لليمنيين وأنا أشاركهم فيه، لكن أنا أقول أن المعطيات السياسية والجيوسياسية لا تعطي للحوثي فرصة للتكتيك. بمعنى تحدثنا حنا عن البعد الإقليمي أنه ضعف الوكيل الإقليمي في الداخل اليمني، ما في حلفاء سياسيين الآن حوثاء على جماعة صالح والنصف المؤتمر المتبقي في صنعاء هرب منه، وآخر 15 نائبا أو 17 نائبا من المؤتمر هربوا إلى مأرب أول أمس، يعني لم يعد عنده العدد الكافي في البرلمان اليمني اللي عقد نصاب الجلسة في صنعاء. بدأ يظهر بحقيقة كميليشيات يعني. أيوة من ناحية السياسية. طيب. من ناحية العسكرية أستاذ مختار، قبل الناحية أنا يعني فقراتنا متداخلة وسنستمع إليك. بقى استطلاع على التويتر نستمع إليك. التويتر أيضا ذات السؤال، بعد إبلاغ المبعوث الأممي وزير الخارجية خالد اليماني استعداد ميليشيا الحوثي انسحابها من المدن وتسليم السلاح، ماذا تتوقع؟ هل انعدام فرص مشاورات جديدة أم جولة مشاورات فاشلة كالمعتاد أم مشاورة ناجحة تصنع السلام؟ صوت بالخيار الأول انعدام فرص مشاورات جديدة 33%، وصوت بالخيار الثاني جولة مشاورات فاشلة كالمعتاد 60%، وصور بمشاورات ناجحة تصنع السلام 7% فقط. هذا مجمل التصويت. تعليقك على هذا أيضاً. يعني هو ما في شك في تشاؤم في لدى الرأي العام اليمني، وأنا أفهم وأتفهم، ليس فقط أفهم إنما أتفهم، يعني مقتنع أنا بروح التشاؤم بمستدعيات النظرة الرمادية للوضع، ولكنه اللي يجعلنا الحقيقة نحن كسياسيين نمسك بأسبال الأمل هو أنه الوضع السياسي والعسكري للحوثي ضعيفة جدا، وهو الآن يكاد يسقط. يعني الآن القوات المقاومة واليمنية على بعد 10 كيلو عن مطار الحديدة كما قرأت اليوم، وعلى بعد أقل من 18 كيلو عن المدينة، وهو اليوم عبد الملك الحوثي أقر بالهزيمة في الحديدة وقال إنها لأسباب موضوعية، يعني أسباب عدم تكافؤ القوى، عدم توازن قوى في الساحل، وهو سلم بالهزيمة في الحديدة وفي الساحل الغربي. طبعا في تقدم أيضا من جهة حجة شرق ميدي أيضا، وتوجه لتطبيق استراتيجية الكماشة على صعدة من جهة الغرب وكما الشرق، ولذلك أنا أعتقد أن الوضع سواء الجيوسياسي أو السياسي الداخلي أو العسكري لا يسمح للحوثي بالتكتيك والمناورة والخداع، سيكون تحت الضغط الشديد، خاصة أن حليفه الآن يحاول في موقف دفاعي، حليفه الإقليمي في موقف دفاعي، هو في موقف سقوط، ولذلك هذا كله يبعث على الأمل. ولكن يعني لا يمكن الدخول في مشاورات حوار؟ لا ممكن، بس أنه أنا أحذر من تقديم أي حتى تكتيك متساهل مع الحوثي، يعني لأننا نعلم أهدافه مغازيه من وراء. أيوه بالتأكيد هو يلعب على على التكتيك والمناورة، وعنده خبراء إيرانيين اللي يديرون وفده، خبراء إيرانيين، ما الحوثي لا يدير شيئا، نحن نعلم هذا. ونعتقد أولا أنه الآن المشروع الإيراني سقط في الساحل الغربي وفي طريق للسقوط في شمال اليمن، وإن شاء الله لا ينتهي شهر رمضان و يعني نحتفل بالعيد إلا وقد احتفلنا بتحرير الساحل الغربي ومحافظة حجة. وأهم شيء يا أستاذ مختار والأستاذ محمد ومشاهديكم الكرام، أن لا تتوقف الحرب أثناء المفاوضات، لابد يعني أن العامل العسكري يكون جزء من أدوات التفاوض.
ولا الهدن التي يلعب عليها الحوثيين، الهدن هذه اللي الأمم المتحدة تضغط علينا فيها ما لها داعي، لأنه الورقة العسكرية ينبغي أن تكون ورقة من أوراق المفاوضات. جميل. إذا قدم الحوثة أسلحتهم واستسلموا وخرجوا من مؤسسات الدولة ومن صنعاء تتوقف الحرب، أما إيقاف الحرب أثناء يعني كإجراء من إجراءات الثقة وما أدراك، أنا أعتقد أنه ليس في صالح المفاوض السياسي اليمني. نعم. أيضا هناك أخبار تناولت هذا الموضوع، صحف ومواقع دولية وعربية ويمنية ناقشت هذا الموضوع أو تناولته بعناوينها. محمد، ماذا لديك؟ هناك بالفعل تصريحات خالد اليماني أحدثت ضجيج إعلامي وأيضا سياسي في مسألة في الوسائل الإعلامية المختلفة. في أبرز عناوين الأخبار: روسيا اليوم، اليماني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة أنهم جاهزون للانسحاب. وفي صحيفة الشرق الأوسط: اليماني للشرق الأوسط: على الحوثيين عدم المراهنة على إيران لأنها تنهار. ويؤكد: إنهاء الانقلاب أم القضايا أمام وزير الخارجية اليمني الجديد. في صحيفة عكاظ: قيادات الصف الأول للميليشيا تدرس الاستسلام. وفي موضوع آخر: اليماني يؤكد تسليم الحوثيين للسلاح وصغارهم ينفون. هذه النقطة أستاذ سليمان، قيادة الصف الأول للميليشيا تدرس الاستسلام، واليماني يؤكد تسليم الحوثيين للسلاح وصغارهم ينفون، ماذا تقرأ من وراء يعني مثل هذا الخبر؟ أولا، وزير الخارجية يعني الحقيقة تصريحاته أنا أرى أنها تصريحات ما فيها تنازلات بموضوع السيادة ولا في المرجعيات الثلاث. هو الحقيقة يشن حملة سياسية ونفسية على الحوثي، مستغل أن الظرف العسكري المتراجع في الميدان، وهو في الحقيقة يعطي معنويات لجنوده ولشعبه ولحلفائه في التحالف الحكومي، وهو طبيعي. هذه الاستنتاجات من الأستاذ خالد هي استنتاجات يعني غير مستغربة، لأنها تتوافق مع الانهيارات والانهيارات الميدانية والانهيارات السياسية للحوثة ووكلائهم الإقليميين. لذلك أنا أرى أنه هو في الحقيقة يهيئ المناخ للدخول في المفاوضات. طبعا الحكومة اليمنية الآن في موقف أقوى. من اللي يهيئ المناخ للدخول؟ يبدو لي هو جريفيث سيقدم تسوية للأمم المتحدة في 7 يونيو أعتقد، في بعد أسبوع، وربما يطرح أفكار. أهم شيء أن الأفكار لا تخرج عن المرجعيات التي تعودنا عليها، وأن يتم التنسيق بين جريفيث والحكومة اليمنية والتحالف العربي حتى لا نفاجأ بخرائط يعني لا تتسجم مع الانتصار في اليمن. ومن المفروض أن يكون فيها الآن تواصل بين خالد اليماني وجريفيث حتى يكون الطرح اللي في الأمم المتحدة منسجم مع طموحات الشعب اليمني المنتصر اليوم في الميدان، والذي هو على أبواب النصر في الحديدة الآن، وربما بعد أي أسابيع على أبواب النصر في صنعاء وفي صعدة. لذلك ينبغي أنه الحقيقة أنه يتم الاطلاع على مضمون الخارطة السياسية اللي بيقدمها جريفيث، بحيث يعني نطمئن إلى مضامينها أنها تتفق مع قرار مجلس الأمن ومع مخرجات الحوار الوطني ومع المبادرة الخليجية، وليست وسيلة لكسب الوقت كما أشرت أستاذ سليمان، التي دائما ما يستغلها الحوثيون من هذه الزاوية. نحن معذرة، نحن أيضا نستطلع آراء الشارع اليمني من الداخل اليمني. نعم. عبر استطلاع ميداني. محمد، نعم، لدينا استطلاع للرأي أجراه الزميل زين العابدين بن علي عن ما أبعاد إعلان المبعوث الأممي استعداد الحوثيين للانسحاب من المدن وتسليم السلاح. إلى الاستطلاع. ما أبعاد إعلان المبعوث الأممي موافقة الحوثيين على تسليم السلاح والانسحاب من المدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في تصوري إعلان الانسحاب هو جاء في
ظل الضغط الكبير على الميليشيات الإنقلابية وانهيارهم في كل الجبهات، وهو في تصوري مخرج يراد من خلاله عمل جولة من الاستراحة ثم إعادة الكرة من جديد. فلا أتصور أنهم جادين في هذا الموضوع، وتجربة الاتفاقات السابقة مع الحوثي توضح أنهم عندما يصلوا إلى موقف حرج ويكونوا في وضع سيء يلجوا إلى خيارات الاتفاقات والاستسلام ويعلنوا ثم ما يلبثوا أن يعيدوا الكرة من جديد. الحوثيين أبدا لا يمكن أنهم ينسحبوا من المدن أو يؤمنوا بالسلم أصلا، هم رجال حرب، ميليشيات حرب، عصابة تخريب. الهدف من هذا واضح، استغلال الوقت لترتيب إعادة ترتيب الصفوف ومن ثم إعادة شن الهجوم مرة أخرى لتدمير هذا الشعب. لا يمكن أن يكونوا رجال سلم أو يحبوا الدولة أو يبنوا الوطن. الحوثيين هم يدركون أنهم سيخنقون من جهة الحديدة. ثانيا ضغط عليهم من جهة صعدة، وبالتالي فهم سيعلنون أنهم يسلمون السلاح لكنهم لن يسلموا السلاح. أعتقد أن الحوثيين شعروا بأنهم يفقدون مناطق سيطرتهم منطقات الأخرى خصوصا في جبهتي حرض وجبهة الساحل. هذه التصريحات هي عبارة عن مناورة سياسية لإعادة ترتيب صفوفهم وكسب الوقت. هذا إنما إذا دل على شيء فإنما يدل على محاولة الحوثيين أنهم يراوغوا في الميدان السياسي والعسكري في هذه الأيام. تلقوا عدة هزائم في كثير من الجبهات في أنحاء الوطن، في صعدة، في الساحل الغربي، في جبهة نهم، في صرواح. يا أخي هذه جماعة لا تعيش بدون السلاح، هذه جماعة لا تعرف إلى السلم طريق. أنا لا أعتقد أنهم ينمون هذا، وإنما هي مراوغات للالتفاف على الشرعية. إذن كان هذا الاستطلاع أستاذ سليمان، ماذا يعكس هذا الاستطلاع؟ أنا الحقيقة يعني أتفق مع أخواننا اليمنيين والشارع اليمني في أنه هذه الجماعة جماعة مخادعة وجماعة كذوبة ولا تؤمن بالسلام ولا بالتسويات ولا بالشراكة أيضا، ولكنها ستؤمن بذلك بالضغط العسكري والسياسي. طبعا أنا عندي خشية لابد من إبدائها، أنه ربما أنا أخشى من ضغط دولي يقطع الطريق على تحرير الحديدة، وبالتالي يقطع يعني يوقف العملية العسكرية قبل الوصول إلى الحديدة لإنقاذ الحوثة، تحت مسمى أن الحوثيين مستعدون للمفاوضة. نعم، مستعدون للتفاوض. ينبغي أن يكون هذا في ذهن السياسي اليمني وساسة التحالف، أنه ربما يكون هناك مخطط دولي لإيقاف النصر. نحن الآن على أبواب النصر، ربما بعض القوى الدولية لا تريد للجزيرة العربية الاستقرار مثل ما هو الأمر في سوريا. وعلى كل حال أنا على ثقة من أن صانع القرار اليمني وصانع القرار في التحالف، صانع القرار السعودي وكذلك الإماراتي وقادة التحالف كلهم، أنهم قادرون على إجهاض أي مخططات لإجهاض النصر، لأنه نحن في عهد أوباما الذي كان شريك إيراني، شريك لإيران في المنطقة في توزيع النفوذ بينه وبين إيران، قد أجهض مخطط كيري الذي يعطي الانقلابيين ثلثي السلطة، وتم الالتفاف عليه وتم إجهاضه وتم وعدم الاستجابة له، وهذا تم بتكتيك سعودي يمني بالذات يعني خلال في اللجنة الرباعية، وأجهضت هذه المحاولات. وأنا على ثقة
بأن القيادة السعودية والقيادة اليمنية وحلفائهم في التحالف قادرين على إجهاض أي مخططات، وينبغي لا يغيب عنا المخطط الجهنمي هذا، أنه يعني إجهاض النصر في الحديدة ربما إذا لم يتحقق قبل 7 يونيو أو موعد جلسة مجلس الأمن ربما يكون هناك محاولة لإيقاف النصر، ولكنه أنا على ثقة من أن المقاومة التي تتجه الحديدة تسير الآن حثيثا وربما تصل، ولكنه وربما تقطع بعض الطرق طرق الإمدادات بين الحديدة وبين صنعاء، ولكن أنا على ثقة بتكامل الانسجام السياسي والعسكري في التحالف العربي وقطع الطريق على أي مخططات دولية لإيقاف النصر. طيب أستاذ سليمان، كثير من النقاط الهامة أشرت إليها، محمد سيطلعنا على أبرز هذه النقاط التي أطل بها علينا الأستاذ سليمان العقيلي. في الحقيقة هناك الكثير من الأفكار المهمة على الصعيد السياسي والعسكري تحدث بها الأستاذ سليمان العقيلي. تحدث في البداية عن شخص وزير الخارجية وقال أنه رجل مسؤول وصاحب كفاءة ومهارة سياسية، وأنه سيتمكن في مقارعة الحوثية سياسيا، ويقول أن المعركة، يؤكد الأستاذ سليمان العقيلي على أن المعركة السياسية والدبلوماسية أقسى وأكثر تعقيدا من المعركة العسكرية. أيضا يشير إلى أن خالد اليماني بحاجة إلى دعم سياسي ووطني كي يقوم بمهمته السياسية والدبلوماسية. في مسألة أشار إلى رسالة المبعوث الأممي، يقول يؤكد على أن المبعوث الأممي لا يستطيع أن يكذب، لكن الحوثي يستطيع أن يكذب. الحوثية في طريقها للسقوط، وأن حديث الزعيم التمرد الحوثي عبد الملك الحوثي اليوم دليل هزيمة والاستعداد لمرحلة السقوط النهائي. ومن خلال طبعا تضارب التصريحات الحوثية، هم يحاولون، يشير الأستاذ سليمان العقيلي، أنهم الحوثيون يحاولون توزيع أدوارهم، وهذا تكتيك زائف ومكشوف، وأن اليمن أمام منعطفات ومعطيات جديدة، معطيات تحرر من النفوذ الإيراني. وهناك أبعاد مختلفة، البعد الإقليمي، إيران الوكيل الإقليمي للحوثي يتعرض لضربات قاسية، إضافة إلى أن الحوثية تتأثر بهذه الضربات. وطبعا في مسألة عدم الثقة بالحوثية، يؤكد على أن عدم الثقة بالحوثية هو أمر مسلم به، لأنها جماعة في تعليقها على التصويت جماعة أخلت بالتزاماتها ومواثيقها، والمعطيات الجيوسياسية تفضي يعني إلى هزيمة الحوثيين. هناك تشاؤم لدى الرأي العام اليمني في إمكانية رضوخ الحوثيين للسلام، وأن الوضع السياسي والعسكري للحوثية في أضعف حالاته. يشير الأستاذ سليمان العقيلي على أن الحوثي يعني أقر بالهزيمة في الحديدة، ما يؤكد تسليمه بها، ويحذر من مسألة تقديم أي تكتيك في مسألة المشاورات مع الحوثي، ويؤكد على مسألة استمرار المسار العسكري باعتباره ورقة تفاوضية هامة في تعزيز يعني نصر اليمنيين. الأهم أنه لا تخرج أي أفكار للمفاوضات على المرجعيات الثلاث، ويجب أن يكون طرح الأمم المتحدة منسجم مع قراراتها وأيضا مع الانتصارات. جماعة، يؤكد على أن جماعة الحوثي، ويشير، هي مخادعة لا تؤمن بالسلام ولن تؤمن إلا بالضغط العسكري، ويحذر من ضغط دولي يمكن أن يحول دون تحرير الحديدة، وأنه على ثقة بأن صانع القرار قادر على إجهاض أي مخططات تعرقل النصر. هذا سليمان، ما رأيك بهذا؟ أنا أشكر أخي الأستاذ محمد على هذا الإيجاز الدقيق والمكثف والذي عبر عن آرائي بكل أمانة ودقة، ولخصها بحيث تصل إلى مشاهديكم وإلى صناع القرار الذين نثق في
قدرتهم على النصر العظيم إن شاء الله الذي نرى آفاقه تلوح في الأفق بإذن الله تعالى. ونهنئ اليمنيين على انتصارهم على الإرادة الفارسية وعلى النفوذ الفارسي، وإن شاء الله سنحتفل قريبا بالنصر. ولي ملء الثقة في قدرة المفاوض السياسي اليمني أو التحالف على بلوغ الأهداف الاستراتيجية للأمن الإقليمي والأمن القومي العربي في جنوب الجزيرة. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيل الكاتب والمحلل السياسي، سعدنا بك اليوم، أشكرك. شكرا جزيلا. شاهدينا فاصل قصير وندخل في الفقرة الاجتماعية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل القصير وبعد أن ناقشنا في فقرة رمضان الحدث الأحداث السياسية ومستجداتها، لندخل بعد ذلك في الفقرة الاجتماعية. لكن قبل أن ندخل في فقرتنا، محمد، ماذا لديك اليوم؟ لدينا مقطوعة فنية أيضا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان هو شهر العطاء، شهر البذل، والفقراء والمحتاجين والنازحين بحاجة إلى هذه القيمة وهذه السلوك العظيم. هذه المقطوعة تحث على الإنفاق في رمضان. وشاتمنا أياما جميلة. ومنها نلج إلى فقرتنا رمضان الناس. اليوم نسلط الضوء في هذه الفقرة على غلاء الأسعار والوضع المعيشي في رمضان، وهذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ سلطان الذيب الناشط الإعلامي. أستاذ سلطان، أهلا وسهلا بك. حياك أستاذ مختار، وأهلا وسهلا بالمشاهد الكريم. أهلا وسهلا، نحن سعيدين بك. رمضان مبارك، كل عام وأنت بخير. ونحن أسعد وأنت بألف ألف خير، وزميل الأستاذ محمد. حياك الله، إن شاء الله رمضان طيب معكم أيضا، والصيام بإذن الله. الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. طيب أستاذ يعني سلطان، لدينا مفردات، هذه المفردات سنناقشها معك في حلقة اليوم، نستمعها مع الزميل محمد. أبرز مفردات رمضان الناس، موضوعنا الاجتماعي اليوم غلاء الأسعار في رمضان. أول المفردات، سبب الغلاء الجنوني في الأسعار وزيادتها هذا العام، القدرة الشرائية عند المواطنين، أيضا فرص العمل وانقطاع المرتبات، وأخيرا حاجية رمضان والعيد وسبل التكافل لتوفيرها خاصة للأسر المعدمة. نعم، جدا ترحيب بك سلطان. يعني صحيح أننا في بلاد الغربة، لكن لدينا أهلنا، لدينا ناسنا، لدينا تواصلاتنا مع داخل اليمن، سيكون أيضا معنا مشارك من الداخل. كل المعلومات وكل الناس يتحدثون عن ارتفاع جنوني هذا العام، كيف تتابع الأوضاع؟ نعم، حياك أخي مختار وأخي محمد والمشاهد الكريم. يعني فعلا نحن وإن كنا يعني بعيدين جغرافيا، لكن قلوبنا هناك مع أهلنا، وكل اليمن أهلنا،
ويعني فعلا السنة هذه هي نقدر نقول رمضان الرابع على التوالي، يعني واليمنيون يعيشون مآسي، ويعني عادة اليمني أنه يفرح رمضان مثل فرحة العيد، يعني الليلة اللي فيها رمضان يفرح مثل نفس الفرحة اللي في العيد، ولها طقوس معينة، ولكن المرة هذه تأتي واليد يعني خاوي كما يقال بسبب غلاء الأسعار، وتحدثت عن هذا الموضوع فعلا أنه غلاء الأسعار تقريبا هو قاسم الظهر، عندما يكون غلاء أسعار وفي نفس الوقت ما فيش مصدر دخل، وفي نفس الوقت يعني الحاجات الأساسية نفسها، يعني أحيانا يكون غلاء أسعار في حاجات كمالية، اليمني تقريبا من 3 سنوات أغلب اليمنيين ودعوا الكماليات، هم الآن يجاهدون، أقول يعني هي فعلا هي جهاد للقمة العيش للأشياء الأساسية، وارتفعت الأسعار تضاعفت، يعني يبحثون عن الضروريات أصبح. نعم هي الأساسية الضرورية وتضاعفت بأسعار يعني خيالية. ما هو السبب في الغلاء الجنوري هذا، وخصوصا حتى أن الزيادة معروفة طوال العام وفي رمضان ترتفع الأسعار أيضا أكثر؟ طبعا هي في أسباب كثيرة جدا، من أولها هو ارتفاع المشتقات النفطية، ونحن نعلم يعني أنه ارتفاع المشتقات بالذات هي يعني خبرة سابقة توارثوها وزادوا عليها أصحابنا الجدد الحوثيون، يعني هم يتاجروا بآلام الناس أو جان الناس، فارتفاع المشتقات النفطية بيرتفع معها كل شيء، لأنه نقل في الأخير نقل من مثلا من ميناء من أي مكان، فنقل بين المحافظات من السلع ومن المصانع بتؤدي أنها تضاف هذه التكلفة على المستهلك النهائي، التاجر هو في الأخير ربحان، يعني بيطلع من المسكين يعني من المغلوب، المستهلك النهائي هو الذي بيدفع هذا الفرق. فالسبب الأول هو انعدام المشتقات النفطية، هو للأسف الشديد حتى انعدامها مش صحيح، يعني هم يخفوها هي فترة من عدم عندهم موجودة، نعم يخزنوها فترة معينة ثم تباع في السوق السوداء ثم ترفع نفس يعني معروف، حتى المواطن بات يعرف هذا الشيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني للأسف الشديد أنه أيضا النقاط نسميها الجمركية. لا هي قبل النقاط الأستاذ هي الجمارك، يعني الجمارك والآن للأسف الشديد حتى أحيانا تدخل مثلا أعرف ناس هنا في السعودية مثلا قاطرات هم تجار تذهب من هنا إلى ويجمركوا في منفذ الوديعة، المنفذ رسمي ميناء بري بين اليمن والسعودية، ثم يذهب إلى ذمار، وقلت في ميناء في ذمار طبعا ميناء جديد، يعني تحقق أمنية هذا الذمار الحوثيين في ميناء أو عفوا في مكان حوش معين ويأخذوا جمارك مرة ثانية، هذه كلها في الأخير التاجر بيربح للأسف، يعني في نقول تجار فيهم خير لكن في الغالب هو يبغى المادة، فبتضاف هذه كلها، وعلى ما قلت أيضا تضاف إلى النقطة، كل نقطة تبغى مجهود حربي، ثم يأتي إلى التاجر نفس الشيء بيأخذوا منه في صنعة مجهود حربي، وهذه كلها بيدفع الغلبان المستهلك. طيب لدينا تقرير أيضا عن هذا الموضوع نتابعه سويا أستاذ سلطان. ألقت الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد منذ قرابة 3 سنوات بظلالها المباشرة على المواطن اليمني، ومثل أكبر الخاسرين في هذه الأحداث، فقد ارتفعت الأسعار 3 أضعاف وخاصة في السلع الغذائية الأساسية، وكان لانقطاع رواتب الموظفين منذ استهداف البنك المركزي بصنعاء قبل 2 الأثر الأكبر في مضاعفة تلك المعاناة ووصولها إلى كل بيت سواء في المدينة أو الريف. يعتمد اليمنيون في كل أشهر السنة وفي شهر رمضان المبارك بوجه خاص على شراء الاحتياجات العادية بشكل يومي وفي أحسن الأحوال بشكل أسبوعي، ويغيب عنصر الادخار كما كان عليه الأمر في السابق وخاصة في المدن المزدحمة. ساهمت الأزمة في البلاد في إثقال المواطنين بالديون وفي الإنفاق والاعتماد على مدخراتهم الشخصية، والتي كانت تمثل آخر حصون المقاومة مقابل موجات الغلاء العاتية والتي تضرب حياتهم وتهدد مستقبلهم بشكل مباشر. غيرت الأوضاع المتقلبة في البلاد وخاصة في العامين الماضيين أشياء كثيرة، وكان لها أثر كبيرة على الصحة العامة للسكان، فقد غابت بعض الأدوية وارتفعت أسعارها، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والسرطان والقلب والضغط وغيرها، وجعلت حياتهم مهددة بالخطر. أما المعاناة التي تضاعفت بسبب اختفاء مادة الغاز المنزلي فكانت هي الحديث الأبرز للمواطنين خلال السنوات الماضية، فقد وصل سعرها في بعض المحافظات ومنها العاصمة صنعاء إلى قرابة 6000 ريال، والحصول عليها عبر طوابير طويلة قد تمتد لأسابيع. أما أسعار الأغذية فقد ارتفعت لدرجة كبيرة وغير مسبوقة، ولم يعد أحد يبتاع الفواكه كما كان الأمر عليه في السابق، والكل يكتفي بالأصناف الأساسية التي تكفي عائلاتهم.
إذن أستاذ سلطان، أمام هذا الارتفاع، أمام هذا الغلاء الكبير، بلا شك قلت القدرة الشرائية يعني لدى المواطنين. كيف يمكن توصيف قدرات الناس المواطنين على الشراء، سواء الذين كانوا قادرين أو واصلين لمرحلة الرفاهية، أو الذين كانوا من قبل الأحداث على يعني وضعية البلاطة كما يقال؟ صحيح، يعني نعرف أنه في كل بلد في اليمن، واليمن له طقوس معينة، أنه رمضان لها وجبات معينة للرمضان ولها منتجات معينة. فكان اليمنيون يتعرفون أنهم يشتروا هذه المنتجات، وكانت أمورهم بحسب طاقته. لكن نوصل إلى يعني هذا الرمضاني ولي قبله، وكل رمضان يكون أشد من الذي قبل في ظل هذه الأزمة التي تسببت فيها هذه الميليشيا، أنه يعني هذا الرمضاني الناس مثل ما قلنا قبل قليل ما عاد يبحثوش عن هذه المنتجات، يبحثوا عن أشياء أساسية، عن قوت الضروري يا أستاذ مختار، يعني وتعرف أنه عن دقيق وعن زيت مثلا وعن سكر، أشياء أساسية هذا اللي وماء، يعني توفر الماء. فالقدرة الشرائية فعلا أصبحت يعني تحت الصفر. إذا كانت المنظمات الدولية وبتحدث أنه 80% من اليمنيين يعني تحت خط الفقر، أو 90% من اليمنيين يحتاجوا إلى مساعدات، هؤلاء يعني 50% أو أكثر منهم كانوا أغنياء، يعني نسبة كبيرة منهم كانوا أغنياء، ثم نسبة متوسطة، هؤلاء كلها للأسف الشديد مع التجريف الحاصل منذ 4 سنوات والصياد يعني تصلد على هذا المسكين، يعني في ظل حكم الميليشيا، أدت إلى أنه فعلا يعني أصبح الغني أصبح فقير. وللأسف الشديد يا أستاذ مختار سنتحدث يمكن في آخر محور عن فعلا التكافل، أنه في هناك أسر، يعني في أسر يعني هم أغنياء، هم أعزة، ولهذا ما حد يعرفهم، هم في البيوت الآن يتعففون ولا يجدون شيء. يعني تخيل هذا الموقف فعلا، أنه نعرف أسر والله كانوا يعطوا عطاء غير عادي، الآن هم لا يجدون شيء، لا يجدون الأشياء الأساسية، ولا أحد يعلم عنهم، ولا يستطيعوا أن يظهروا للناس هذا العجز وهذه الحاجة. انقطاع المرتبات يعني سبب معاناة شريحة واسعة من الموظفين المستورين الحال كما يقال. نعم، المدن نعرف أنه يعني أحيانا الأرياف يستطيع أنه يدبر حاله إلى حد ما بشيء أو بآخر، مش معتمد، لكن المسكين اللي في المدينة هو معتمد على هذا الراتب، فانقطع الراتب بالنسبة له هو دخلها الوحيد. فيعني للأسف الشديد انقطع الراتب، انعدمت فرص العمل، زادت الأسعار، يعني الوضع فعلا مأساوي. طبعا لدينا في الفقرة أخبار عن هذا الموضوع، عن عنواننا نجمع بعض العناوين الإخبارية في موضوعنا. محمد، ماذا لديك من أخبار؟ بالفعل حالة الناس المعدمة في رمضان جعلت المواقع الإلكترونية وأيضا الصحافة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الوضع المعيشي المتردي يوما بعد آخر، في خاصة في رمضان. في صحيفة مأرب بريس، موقع مأرب بريس، أوردت عنوانا: رمضان في اليمن، وجبات مفقودة ومعاناة مستمرة. في صحيفة الحياة اللندنية: ارتفاع الأسعار وتوقف الرواتب يفاقمان معاناة اليمنيين. وفي عنوان آخر: اليمن في العربي الجديد، اليمن مليون موظف بدون رواتب منذ 20 شهرا. وآخر الأخبار: أسواق الملابس في اليمن أسعار جنونية وركود غير مسبوق. إذن تعليقك على هذه الأخبار وكيف تناولت المواقع الشأن اليمني فيما يتعلق بغلاء الأسعار؟ يعني أصبح شيء يعني غير خافي، وكل المنظمات الدولية وكل الصحف المحلية والدول الإقليمية تتحدث عن هذا الموضوع. وللأسف الشديد في ظل تزايد يعني نسبة الفقر في أوساط اليمنيين. لكن يعني فعلا أستاذ مختار، يعني أنه هذه الكوارث التي يعني نقول ظلمات بعضها فوق بعض، يعني لو كانت حاجة، ولو كان سهما واحد لاتقيته، ولكنه سهما وثانا ورابع، يعني أسهم كثيرة. كل هذه الظروف التي يعني تراكمت على اليمنيين فعلا جعلتهم في وضع صعب جدا. وتحدثنا فعلا ما بنتحدث عن الناس اللي كانوا يعني مساكين من أول، اللي كانوا بسطاء، اللي كانوا فقراء، نحن نتحدث عن شريحة كبيرة كانت مستورة الحال وفوق المتوسط، هي الآن معدمة. فبلا شك أنه الوضع أصبح غير خافي على الداخل والخارج والعالم كله، وبالتالي حتى فرص العمل انعدمت.
يعني يريد أحد الواحد أن يبحث عن فرصة عمل، يعني مستعد أن رأينا دكاترة جامعة انتقلوا من الجامعات إلى الأعمال الحرة، لكن حتى الأعمال الحرة الآن يتوجه الجميع إليها لا يجد فرصة للعمل. هو انعدمت، يعني لولا أقول أستاذ في سر أيضا أنه اليمني، اليمني جبار، شعب جبار كيمنيين. أنا أقول لو تحصل هذه الأزمة في أي مجتمع فعلا المسألة ليست يعني ليست بالسهلة، ومع ذلك في ظل هذه الأزمة وفي ظل انعدام الأعمال وانعدام يعني كثير من الفرص، ولا لا حكومي ولا خاص، إلا أن اليمني يكد ويجاهد وكل السبل لكي يجد قوت يومه. ذاك عنده دباب موتر، وذاك يبيع سلعة معينة حاجة، ومع ذلك أقصد أنه اليمني لولا أنه يعني بهذه القوة وبهذا أنه لا ينحني للظروف مهما كانت لكان الوضع أكثر سوءا مما رأينا. بالمقابل هناك أناس موفقون لديهم أعمال، لديهم خصوصا في المحافظات المحررة أو الذين انتقلوا إلى المحافظات المحررة، هناك فرص استثمار، هناك فرص أعمال، هناك من ابتدأ بمشاريع صغيرة، إلا أن حتى هذه الفرص نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية أصبح مخرجات هذا أو هذا الراتب لا يكفي بالاحتياجات. ماذا عن هذه؟ نعم، لو أضفنا أستاذ محمد على الفقرة السابقة أنه من ضمن الإشكالات في ارتفاع الأسعار أيضا ذكرت أنت قبل قليل، وهو يعني انخفاض عملتنا أمام الدولار والمنتجات، في منتجات كثيرة تأتي من خارج البلد، وبالتالي يعني بتكون الأسعار مضاعفة لأنه ريالنا انتهى، ريالنا انتهى، كان معنا 5 مليار في البنك المركزي يعرفها كل يمني، الجماعة يعني شفطوها كما يقال، فهذه 5 مليار يعني أدت إلى ضعف العملة تماما، وأصبحت يعني الآن نتحدث عن الريال السعودي أستاذ مختار ب 130 يعني ريال، الريال السعودي 130 ريال يمني، والدولار بكم. فعندما أتي بهالسلعة من هذا البلد وأكل أغلب السلع تأتي من الخارج، معناها أنه أنا كم بأدفع وكم يدفع المواطن، فنقول الله المستعان ونأتي إيش الحلول. حتى أنت ذكرت أستاذ مختار، يعني أنا يعني قد أتفق معك إلى حد ما، حتى في المناطق المحررة يعني في كثير من المناطق المحررة أيضا نفس الأسعار هي مرتفعة، ولهذا لا زالت يعني يعني نفس ما ننتقد هنا وهذه الميليشيا الإجرامية، أيضا نقول لأخوانا في الحكومة أنه عليكم مسؤولية كثيرة في المناطق المحررة وخاصة المناطق الشرقية والجنوبية التي محررة من فترة، أيضا هي لا زالت تعاني من كثير من بأسباب قد تكون بأسباب أخرى يعني لا مجال لذكرها كون هنا الموضوع عن موضوع اجتماعي، لكن أيضا هي مسؤولية. نحن في كالمعتاد في البرنامج نستطلع آراء الشارع من الميدان ونأخذ آراءهم حول قضايا معينة. قضية اليوم ورأي الشارع محمد. نعم، الزميل فهمي بارمادة أجرى استطلاعا مع عينة من آراء المواطنين عن كيف هي الأسعار في رمضان هذا العام، وما مدى وما هي القدرة الشرائية التي يتمتع بها المواطنون. من خلال التجوال في الأسواق نجد هناك ارتفاع جنوني في أسعار الملابس وكذلك أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي ربما تفوق عن قدرة المستهلك، ونتمنى إن شاء الله أن يتم إعادة النظر في هذا الموضوع من قبل الجهات المختصة لمساعدة الفقراء، لمساعدة ذوي الدخل المحدود، حتى يستطيعوا أن يوفروا احتياجاتهم اللازمة ليرسموا على وجوه أبنائهم وأهاليهم البسمة بهذه المناسبة. والله بالنسبة للغلاء، غلاء فاحش فاحش مرة واحد، والملابس غالية، يعني عندي 3 أولاد الآن مش عارف كيف أصلح فيهم، البدت تكلف للولد حوالي 13,000، البيت حوالي 20,000، 15,000، هذا بناهيكم بالنسبة للملابس. وكيف يكون المواد الغذائية؟ المواد الغذائية كذلك غالية، الرز غالي، كنا نشله ب3,000 واليوم أصبح 5,750، السكر ب1,200، اليوم شليته ب2,500. والله ارتفعت الأسعار مرة غالية، والعالم يعني ما يتحمل، يعني فوق وضع البلاد، وضع ذا المفروض المسؤولين، يعني الجهات المسؤولة الحكومية، التجار، أي واحد يعني يساهمون في تخفيض الأسعار، يجيبون شيء يعني يسوي إعانة، يفتحون لهم محلات كذا حق رمضانية، سلات رمضانية كذا بأسعار رخيصة، يعني المواطنين يقدرون يشترون، يقدرون ذا. الأسعار تغرم اليومين هذه، نسبة الفرد دخل الفرد
ما يبقى شيء يا أخي، حد يستلم لك 30,000 ولا 40,000 ويروح يشتري لك ملابس ولد ب15. كيف يا أخي بيعملون الناس في الوضع الحالي هذا؟ مشكلة والله، إنه مشكلة والله. بالنسبة للأسعار ووضع المواطنين في المدينة صراحة مؤسف جدا، يعني أسعار خيالية ولا حد يدري وش الأسباب يعني، وحلها من جهة المسؤولة يعني. ما تقدر تلوم التجار ولا تعين التجار، يقول لك هذا مكلف علي كذا، كل ما سألته يقول لك تكلف علي كذا، ما تقدر تفاصل معاه يعني. والمواطن الله يعينه، راتبه محدود، دخله محدود، ما تدري وش يسوي فيهم. الجمعيات ما لحقت التعاونية، فلازم الجهات المسؤولة يعني تعمل منافذ بيع تنافس وتبيع بأسعار في متناول الجميع. استمعت إلى الاستطلاع أستاذ سلطان، ما تعليقك؟ نعم، أنا سألتك يعني في أثناء التقرير، قلت لك في أي مدينة، فقلت لي في حضرموت يعني. وفعلا إذا كان هؤلاء الناس ولا زال يعني بعضهم لهم مصدر دخل، والموظفين هناك تصرف رواتبهم وامورهم يعني ماشيه يعني امنيا، ويستطيع انه يجد فرصه يعني افضل من مناطق غير محرره، ومع ذلك هذه المعاناة التي رايناها، فكيف لو قارنا هذا الوضع ايضا بالمواطن المسكين اللي في صنعاء والذي في ذمار والذي في عمران والذي في المناطق كل المحافظات غير محرره؟ يبدو استاذ سلطان الغلم متقارب بعموم اليمن من ناحيه الاسعار، لكن اقصد هؤلاء لهم دخل شرائيه. ايوه هؤلاء لهم دخل، القدره الشرائيه نعم، قد يكون بعضهم له دخل لا بس، لكن في المقابل ما فيش اي دخل، يعني انعدام مصدر الدخل، فبتكون المأساة أكثر مما رأينا. أشار أحدهم أنه يعني لابد من أن الحكومة تعمل شيء، وأشار إلى منافذ بيع حكومية، ما رأيك بالفكرة؟ طبعا الفكرة هذه هي موجودة الأصل أنها في عندنا المؤسسة الاقتصادية هذه اليمنية حكومية، فهذه كانت تبيع بأسعار يعني جيدة، ويعني فهولو فعلت هذه في المناطق المحررة، ولها فروع في عدن ولها فروع في كثير من المحافظات، يعني بتكون منافذ بيع يعني الموظفين تباع لهم بالتقسيط، حتى يكون لهم سعر أيضا، الموظف الدولي يكون السعر يعني مخفض أكثر، وتباع له بالتقسيط حتى أحيانا، يعني يشتري له ملابس الأولاد أو مواد غذائية، ونعرف هذا، فهذه قد تكون حل يعني. فعلا الحكومة لا تعفى أبدا من المسؤولية تجاه هذا الجانب. طيب بلا شك أستاذ سلطان، يعني لرمضان حاجياته وللعيد حاجياته، ولا يستطيع الإنسان حتى لو كان فقيرا أن يرى أطفاله في أيام العيد من غير كسوة عيد أو ملابس عيد أو مستلزمات العيد، وبالتالي ماذا يعمل الإنسان؟ ماذا يمكن أن يصنع من لا يستطيع؟ هو تبقى المسؤولية هنا، هو كرب أسرة مسؤول، وهو يجاهد مثل ما قلنا، اليمني يعني هو رجل عظيم فعلا، هو يجاهد ويكافح، لكن تبقى المسؤولية مسؤوليتنا كلنا جميعا، مسؤولية حكومة ومسؤولية مجتمع، لكي فعلا نخفف عن بعضنا. ونحن اليمنيون معروفون يعني، ويشهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا، ويتحدث عن الأشعريين أنهم كانوا إذا أرملوا كما قال أنه يجمعوا ما لديهم في يعني مكان واحد ثم يتوزعوا. فهناك أسر لا بأس بها، وهناك أسر، وسنأتي أنه أكثر عامل الأسر التي لا بأس بها في اليمن التي لديها مقترب في الخارج، يعني سواء كان في هذا البلد أو في أي مكان في العالم، واليمنيون أصبحوا يعني نازحون في أكثر من بلد، فهؤلاء قد يساهموا يعني، وهم الآن تقريبا الآن الذين هي العامل الوحيد للاقتصاد اليمني، ما بقي إلا هذا المقترب. فهي رسالة مني لأخوان المقتربين، أنه عندما ترسل المصروف الشهري لأهلك، أنه اسألهم كم جار تستطيع، بكم دولار، بعشرة، بعشرين، مثلا إلى $100 على حسب استطاعتك، أنه تزود فوق مصروف أهلك لجيرانهم أقل شيء، ولو كل واحد عمل هذا النقطة لاستطعنا أنه نحل إشكالية كبيرة. تبقى أيضا مسؤولية الحكومة كما ذكرنا، يعني في أيضا نقطة أستاذ مختار يمكن أن تأتي إليها، لكن قبل أن أنساها، نعم خذ فيها، في نقطة مهمة جدا، مركز الملك سلمان يقدم، لكننا أعلم أن كثيرا من السلال الغذائية التي من مركز الملك سلمان وكل الدول المانحة أنها تذهب
عند يعني في ايدي الحوثيين يتقطعوا لها ويعرفوا مجرد انهم يعرفوا انها اتت من السعوديه او اتت من اي بلد. انت تقصد في المناطق التي تحت سيطرتهم؟ ايوه تحت سيطرتهم، لانه في اشياء تصل ايضا في المناطق. لا لا تصل تصل إيه؟ تصل لكن في المناطق المحررة تصل بصعوبه ويصل نزر يسير جدا. انا اعرف ناس حتى ما يستطيعوا انهم يحطوها، اعرف ناس ينقلوا ما يستطيع يحطها في سلة غذائية واضحة، لا السكر الواحد سيارة مشان انه يدخلوها باسم تجار ويدفعوا عليها جمارك كأنها تجي، ومع ذلك يكتشفوا وتصدر تصادر. ايش الحل هنا؟ انا اقول الحل انه الاصل يعني حتى نكلف يعني نوفر حق النقل انه تعاملوا مع تجار في الداخل، مع هنا جهات في جمعيات معنا لها ايادي لا زالوا موجودين في صنعاء مثلا او في عمران او في اي منطقه. هذه الجهات يعني يشتروا من التجار في الداخل، تعامل معهم واصرف، هو يعرف حتى المحتاجين يعني، لانه انا عارف انه هذه اشكاليه كبيره جدا في عمليه النقل وفي عمليه سرقتها من قبل الحوثيين وتوزيعها لاصحاب او بيعها في السوق السوداء. ومع في هذا الشهر الكريم ومع اقتراب ايضا العيد نحتاج ايضا ان الجمعيات الخيريه كذلك المنظمات الدولية تكثف جهودها لدعم الشعب اليمني في هذه الفترة. طيب أستاذ سلطان، أشرت إلى نقاط كثيرة مهمة وجميلة، سنستمع إلى تلخيص لها مع الزميل محمد. حياك الله مختار وحيا الله الأستاذ سلطان أديب الناشط الإعلامي. تحدث أشار إلى العديد من الأسباب والمسببات لهذا الوضع المعيشي الذي وصل إليه اليمنيون خاصة في شهر رمضان. تحدث الأستاذ سلطان أن رمضان هذا هو الرابع على التوالي واليمنيون يعيشون المأساة والمعاناة المتكررة، وأن غلاء الأسعار فاقم من الفقر مع انعدام فرص أو مصدر الدخل، وأن اليمنيين يجاهدون بكل ما تعنيها الكلمة من أجل إيجاد لقمة العيش. أشار إلى ارتفاع الجنوني للمشتقات النفطية وهو سبب من أسباب زيادة الأسعار، وتحدث عن أن الحوثيين يتاجرون بآلام الناس، وأن تضاعف ومن أسباب أيضا زيادة الأسعار تضاعف نقاط الجمارك خاصة في نقاط الحوثيين، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الأسعار وأعباء إضافية في على كاهل المواطن. وأيضا من ضمن الأسباب هي المجهود الحربي الذي يجبر الحوثيون التجار على دفعها كإتاوات لحربهم العبثية ضد اليمنيين. أيضا أشار إلى أن رمضان له وجبات معيشية ومنتجات يعني محددة، غير أن رمضان الذي يعيشه اليمنيون باتوا لم يهتموا بالكماليات وإنما بالأشياء الأساسية كالدقيق كالسكر كالماء وغير ذلك من المواد الأساسية. يعني تحدث عن أن 90% من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات وفق ما أشارت إليه تقارير أممية. وأيضا أوضح أنه في ظل حكم الميليشيا تحولت معظم الأسر اليمنية الميسورة وصلوا إلى مرحلة العوز، إلى مرحلة الفقر، إلى مرحلة الحاجة. ومن أسباب يعني المعاناة انقطاع الرواتب، وأنه بسبب الظروف تتراكم السهام على اليمنيين سهما تلو آخر، وأن رغم ذلك إلا أن اليمني جبار يكافح ويحاول ويأبى الاستسلام والانحناء للظروف مهما كانت. من ضمن الأسباب ارتفاع الأسعار انخفاض العملة أمام الدولار، وهي أحد أهم الأسباب الرئيسية، وبسبب أن الحوثيين نهبوا احتياطي البنك المركزي وهو 5 مليار دولار. أيضا أشار إلى أن على الحكومة مسؤوليات كثيرة وخاصة في المناطق المحررة. تحدث عن عقب الاستطلاع إذا كانت المعاناة في المناطق التي يتوفر فيها مصدر الدخل والرواتب وتتمتع بموفور من الأمن وغير ذلك، فكيف سيكون الحال بمناطق سيطرة الميليشيا في صنعاء وصعدة وعمران؟ كيف سيكون الحال مع انعدام رواتبهم وأيضا انعدام مصادر الدخل؟ يؤكد على مسؤولية الحكومة والمجتمع في التخفيف من معاناة الأسر المعدمة. أشار إلى نقطة مهمة أن المغترب بات العامل الوحيد لمواساة الكثير من الأسر وخاصة أقاربه وغير ذلك، ووجه رسالة للمغتربين للتكافل للأقارب وللأرحام ولمن يعرفونهم ممن هم بحاجة إلى المساعدة. نعم.
هل كل ما ذكره محمد ذكرته ايضا؟ ما شاء الله انا بتشك في نفسي اني قلتها. التلخيص الجميل. اشكر الاستاذ محمد فقط تاكيد على الرساله اللي قلتها، وهي رساله للاخوه سواء في منظمه الاغاثه او لجنه الاغاثه تبع الشرعيه او مركز الملك سلمان، انه يجدوا طرق غير النقل العادي، انه قد يتعاملوا مع تجار في الداخل تكون افضل. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سلطان ذيب ناشط الإعلامي، ناقشنا معك هذه الفقرة الاجتماعية غلاء الأسعار في رمضان، سعدنا بك، شكرا جزيلا لك. نحن أسعد الله أسعد بك. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، نلقاكم في حلقات قادمة من برنامج رمضان اليمن، إلى اللقاء.